ومعانا ومعاكم احد لاعبات فريق نادي قرطاج. ميساء، نتعرف عليكي. ميساء الانجليز. ميساء، النهارده تقييمك ايه للمباراه؟ كانت اكيد مباراه صعبه صعبه صعبه، يعني ما توقعناهاش باش تصير هكا، ما توقعناش يعني باش تكون بالصعوبه هذه، لكن يعني نشوفوا لاعبات الاحتياط قاموا بدور كبير، ويعني جاوا في وقت يعني صعيب، ويعني ماركيو الكر اللي لازم يتماركيو باش نجمنا نربحوا السيت، يعني الكاتريم سيت. النهارده عايز اعرف لو دور قبل النهائي شايفاه ازاي؟ شايفه مواجهه الدور قبل النهائي وهكون مواجهه صعبه، ازاي شايفاها وازاي شايفه مشوار نادي قرطاج في البطوله بشكل عام؟ عاود لي السؤال. مشوار نادي قرطاج في البطوله بشكل عام ازاي بتقيميه وازاي شايفه مواجهه الدور قبل النهائي؟ احنا قاعد يعني ماشيين يعني مباراه بمباراه، قاعدين نمشيو في يعني في نسق، قاعدين نزيدوا فيه بشويه بشويه، انت والمباراه ساعات تلقى مباراه يعني ضد يعني فرق متوسطه، يعني ما نحاولش يعني نكونوا في نطيحوا يعني في المستوى هذاك، نحاولوا باش نكونوا ديما في مستوى عالي باش نقدموا احسن مردود. ميساء لاعبة نادي قرطاج، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق في جميع المباريات المقبلة. عايشك، ميرسي بوكو، عايشك.